مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله، إليكم ملخص الأحوال الجوية المتوقعة. نتوقع أن يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، تصبح الأجواء ربيعية لطيفة أثناء النهار لكنها تميل إلى البرودة ليلا، وهناك يوم الأحد فرص لبعض الأمطار المتفرقة ما بين خفيفة إلى متفرقة لفترات محدودة في شمال وبعض أجزاء من مناطق الوسطى من المملكة. مشاهدينا فاصل ونواصل. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، الباطون الرغوي للعزل الحراري من إيريام لافارج باطون الأردن. تمويلكم مختبرات ميد لابز، 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري. مشاهدينا أهلا وسهلا بكم مرة أخرى. على الخرائط التي تمثل أماكن الهطول نلاحظ أن هذا اللون الأزرق يمثل الهطول، إن هناك فرصة لتساقط بعض الأمطار المتفرقة في شمال المملكة، قد تمتد ظهرا وبعد الظهر إلى بعض المناطق الوسطى لتشمل منطقتي البلقاء وعمان بإذن الله. أما الخرائط التي تمثل درجات الحرارة فنلاحظ أن المملكة ستكون تحت تأثير كتلة هوائية لطيفة من حيث درجات الحرارة والرطوبة، وبالتالي توالي درجات الحرارة انخفاضها بإذن الله، بحيث تكون الأجواء لطيفة بالنهار تميل إلى البرودة ليلا. أما الأحوال الجوية المتوقعة هذه الليلة، هذه الليلة أجواء تقريبا في بداية الليل بتكون لطيفة، لكن بعد منتصف الليل تميل إلى البرودة وتصبح الأجواء باردة نسبيا، والصورة المتوقعة 13 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية المتوقعة للثلاثة أيام القادمة، يوم غد الأحد انخفاض على درجات الحرارة، درجات الحرارة أقل من معدلاتها على الأقل ما بين 6 إلى 8 درجات مئوية، أجواء غائمة جزئيا، هناك فرصة لسقوط أمطار متفرقة لفترة محدودة وفي أماكن محدودة، الأمطار خفيفة قد تصل إلى المتوسطة أحيانا خاصة في شمال المملكة، تمتد أحيانا إلى بعض المناطق الوسطى مثل منطقتي عمان والبلقاء، العظمى 18 والصغرى بحدود 11 درجة مئوية، أجواء تقريبا باردة نسبيا ليلا. الاثنين أيضا تبقى درجات الحرارة أقل من معدلاتها في مثل هذا الوقت من السنة، العظمى المتوقعة 19 والأجواء ما بين مشمسة وغائمة جزئيا، للربيعية لطيفة أثناء النهار لكنها تميل إلى البرودة ليلا، العظمى 19 والصغرى 11 درجة. يوم الثلاثاء تبدأ درجات الحرارة بالارتفاع التدريجي بإذن الله، تكون الأجواء معتدلة بالنهار لطيفة بالليل، العظمى المتوقعة 22 والصغرى 14 درجة مئوية. أما الأحوال الجوية وكذلك درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة في المناطق الشمالية، المناطق الشمالية أجواء غائمة جزئيا، هناك فرصة لبعض الأمطار المتفرقة الخفيفة إلى المتوسطة في منطقتي إربد وعجلون، وأيضا ممكن في بعض المناطق الأخرى في المناطق الشمالية، العظمى المتوقعة في إربد 22 والصغرى 14، عجلون 21 إلى 12، جرش 23 إلى 13، المفرق 22 إلى 12. أما المنطقة الوسطى عمان غائم جزئي، في فرصة لبعض الأمطار أحيانا خفيفة إلى متوسطة، يعني ما بين رذاذ إلى مطر خفيف أحيانا، العظمى 18 والصغرى 11، البلقاء 20 إلى 10، مأدبة 19 إلى 11، البحر الميت معتدل نهارا لطيف ليلا 29-19، والزرقاء 23 إلى 13 درجة مئوية. المنطقة الجنوبية لطيفة نهارا تميل إلى البرودة ليلا، الكرك 21-12، الطفيل العظمى 20 والصغرى 11، الشراه 18-9، ومعان 22 إلى 13 درجة. العقبة أجواء معتدلة نهارا لطيفة ليلا، العظمى 31 والصغرى 20 درجة مئوية. أما المنطقة الشرقية أجواء مغبرة في المنطقة الشرقية، وأيضا بتكون معتدلة من حيث درجات الحرارة أثناء النهار لكنها تميل إلى البرودة ليلا،
الأزرق العظمى 26 والصورة 13، الصفاوي 25-12، والرويشد العظمى 27 والصورة 13 درجة مئوية. مشاهدينا شكرا للمتابعة، نترككم في أمن الله ورعايته. النشرة الجوية تأتيكم بالاشتراك مع CFI، المناصير للزيوت والمحروقات، شركة بسطامي وصاحب، وكلاء نيسان وإنفينيتي في الأردن، الباطون الرغوي للعزل الحراري من إيريوم لافارج باطون الأردن. تمويلكم مختبرات ميد لابز، 57 فرعاً في المملكة لخدمتكم. المهنية للاستثمارات العقارية والسعودي وشركاه للتطوير العقاري.